في حياة الأمم والدول أيام عصيبة وأحداث فارقة، فإما الوحدة والتضامن ومسك النفس وتغليب الحكمة والتحلي بالصبر، وإما الفرقة والانقسام وتشظي الوطن واستحكام العداء وتغلب الأصوات الداعية بالخراب، وهو مصير أسود ونفق طويل بدون مخرج لا قدر الله. اليوم نقف أمام مسؤولياتنا الوطنية مجردين من كل انتماء حزبي وتجاذب سياسي، تونسيون فقط من أجل أن نمنع كل مخططات الهدم. انتخبنا شعبنا لنكون بناة ومؤسسين للدولة الديمقراطية، لدولة الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وعلينا أن نكون أوفياء لما أقسمنا عليه، أن نحافظ على تونسنا للأجيال القادمة، وأن نخط لها طريق التقدم، وأن نحافظ على مكتسباتها التي تحققت بفضل دماء الشهداء، أن نكون أوفياء للأجيال التونسية التي ناضلت في سبيل تونس واحدة موحدة قوية منعة، أن نكون أوفياء لشهداء ثورة الحرية والكرامة. إن من خطط ونفذ هذه الجريمة النكراء لم يخطط فقط لاغتيال المناضل الوطني شكري بالعيد، بل خطط لاغتيال تونس التي نحب، خطط لهز ثقتنا بأنفسنا كتونسيين أحرار، وليدمر فينا الأمل في المستقبل. التونسيون باختلافاتهم الفكرية والسياسية كلهم بارون بهذه الأم التي تتعذب، فلا أحد يغرس خنجراً مسموماً في عنق أمنا تونس إلا أن يكون الشيطان نفسه. اليوم هذه الأم مريضة، وفي حضرتها يجب أن ينتفي كل خلاف. نرجو أن يتغلب على حوارنا اليوم صوت الحكمة والمسؤولية. نحس الألم بعمق وبمرارة، ولكن الأوطان العظيمة تبنى بقدرة رجالها ونسائها على الصبر والتضامن في أوقات المحنة، والنظر إلى المستقبل بحسن التدبر وإحكام العقل، احتراماً للحظة التاريخية ولروح الشهيد. المطلوب اليوم من الجهاز الأمني تسخير جميع إمكانياته لكشف الجنات بأسرع وقت ممكن، وتقديمهم للعدالة، وإبلاغ الرأي العام بكل المستجدات. فلا يمكن أن تمر هذه الجريمة النكراء التي أصنفها شخصياً في خانة الخيانة العظمى للثورة والوطن، لا يمكن أن تمر دون عقاب. وعلينا كنواب للشعب بالمجلس الوطني التأسيسي أن نحدد أهدافنا بدقة، وأن نضع خارطة واضحة المعالم للمستقبل. الانتهاء من الدستور في إطار التوافق الشامل، ووضع روزنامة واضحة، وضبط تاريخ دقيق للمحطات الانتخابية القادمة، والانتهاء في الأثناء من وضع الهيئات الضرورية لهذه المرحلة، الهيئة العليا للانتخابات التي يجب أن تشرع في القريب العاجل في إنجاز مهامها، هيئة الإعلام، هيئة القضاء، المصادقة على قانون العدالة الانتقالية، ووضع القانون الانتخابي. أجدد دعوتي للجميع للحوار الوطني بالتفاعل مع مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل في رحاب المجلس الوطني التأسيسي، لتحديد خريطة طريق واضحة المعالم يلتزم باحترامها الجميع. كما أجدد دعوتي لإمضاء كل القوى السياسية على ميثاق شرف
يحدد طبيعة التعامل السياسي، يجرم العنف، يجرم العنف بكل أنواعه، ويكون قاعدة للتعامل السياسي، ويجنب البلاد الاحتقان والأزمات، ويوفر المناخ المناسب الذي يلتزم الجميع باحترامه في كل تعاملاتهم وتصريحاتهم، ويمكن من بناء علاقات جديدة تؤطر الواقع السياسي وتحميه من مخاطر الانزلاق والانحراف التي لا تؤدي إلا إلى الفوضى والتشتت والتخلف. إن روح المسؤولية تبدأ أولاً باعتماد العقلانية والابتعاد عن التصريحات الاستفزازية والاتهامات المتبادلة والتشكيك في الشرعية، في شرعية المجلس الوطني التأسيسي، ومحاولة الاستفادة من هذه الفاجعة. إن طريقنا إلى تحقيق أهداف الثورة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، ووصولنا إلى تحقيق هذه الأهداف التي انتخبنا شعبنا لأجلها، هو المهمة الوحيدة للتجاوب مع الشهداء الأبرار. نريد أن تكون تونس حرة، مستقرة، آمنة، متقدمة، قوية بكل أبنائها وبناتها، تتعايش فيها كل الألوان على اختلافها، هي دائما ألوان الحرية. دامت تونس أبية عيسية على كل من أراد لها الشر وأضمر في نفسه الحقد وتآمر عليها، وجعلنا الله دعاة خير ومحبة وتآلف، وألهمنا الصبر والقوة والحكمة لإكمال المسار الذي أقسمنا على كلمته العليا للوفاء به وتحقيق أهداف الثورة وأهداف الشعب. مرة أخرى نترحم على روح فقيدنا المرحوم شكري بالعيد، وأدعو إلى إعلان حالة الحداد ليوم غد الجمعة، وسنستأنف أعمالنا يوم الاثنين بعد الظهر، وسندعو إلى عقد ندوة الرؤساء ليوم الأربعاء لتدارس بعض المسائل، ومن ضمنها ضبط طريقة وضع هذه الرزنامة لأشغال مجلسنا للأشهر القادمة. والمجد للشعب والوفاء للشهداء. والسلام عليكم ورحمة الله.